اوريكم. يا اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا كويسين. اخيرا من بيت اهلي في جده، مره الحمد لله مبسوطه. دحين تعرفوا اللي احس شعور انه الحمد لله رمضان. حقيقي رمضان في بيت الاهل له طعم تاني. الصفره اللي صورت لكم هي كانت حقت اول يوم، طبعا وصلنا مره تعبانين، ما في اني اصور، يا دوب اني صورت لكم الصفره بس. تاني يوم اللي هو امس رحنا بيت اهل زوجي، واليوم ان شاء الله برضو عند ماما. فبس بوريكم الصحون حقت ماما السنه دي، عجبني مرة. شايفين المفرش كده حطته هي تحت القزازة دي حقت الطاولة، حسيت شكله مرة صار مرتب. أتوقع إنه هذا أصلاً صفرة ورق يعني، فعجبني تحت كده صار شكله مرة مرتب. طبعاً ماما كل السنة دي عملت ذا الثيم، شوفوا حتى أنا لابسة زيه، ترى ده توب ماما أصلاً، بس كده يعني مع التصوير يعني حبيت إنه يكون ألبس نفس الثيم. المهم فشايفين كيوت، عجبني لونه أخضر، وبرضو عاملة نفس المخداديات كله نفس ذا الثيم. وهذا طبعا الستاند حق ماما، شايفين مرة يشبه حقي الستاند، مرة ما شاء الله حلو. أصلا أنا شفته عن ماما وعجبني وقلت أروح أشتري زيه. نفس حقي لونه أبيض من باتري بارن، حتى الصحون بس مرة من زمان اشتريته، قبل كم سنة كده، 5 سنين يمكن. هذا أحلى طقم عن ماما، أنا مرة أحبه. السنة اللي فاتت صورت لكم الطقم الأزرق اللي من باتري بارن، لسه لين دحين موجود، بس هذا الأخضر ما هو موجود. موجود الأخضر السادة بس ده ما هو موجود عندهم حاليا، خلاص اتوقع خلصوا ما حيرجعوا وما اعرف. فشايفين مرة ما شاء الله يجنن يجنن يجنن، حسيته مرة حلو ده، فقلت لماما حطيه مع السفرة الرمضانية. شايفين يجي كل واحد شكل، شايفين مرة كيوت. وشفتوا اطباق اليوم ان شاء الله حتكون بوف، وماما عاملة كبة باللبن، تعرفوا اللي مشتهيتها من بداية رمضان، فمرة انبسطت ان ماما حتعملها اليوم. يا اهلا وسهلا، كيف حالكم حاليا من مطبخ ماما؟ وحشكم المطبخ ولا لا؟ صراحة جاتني اسئله مره كثير عن مطبخ ماما اخر مره كنت في جده وصورته. كثير قالوا لي اعملي لنا جوله وزي كذا، بصراحه ناوي اعمل لكم جوله في مطبخ ماما لانه ما شاء الله مره حلو. انا عن نفسي مره احبه، احسه كذا يعني مطبخ كلاسيكي مره كذا، الوان غامقه، بصراحه مره فخيم ما شاء الله يعني.
هذا هو المنتج اللي وصلني، مرة أحتاجه، ما تصدقوا قد إيش. تخيلوا قبل تقريبا 6 شهور وأنا بصور فلوك كنت قاعدة أعمل عصير مع لارا، تخيلوا أتخرب علي الخلاط حقي، قرر إني أتخرب في ذاك الوقت، وطبعا وقفت في نص الفلوك وما كملته. ومن وقتها وأنا مرة أبغى أشتري خلاط، ومني عارفة كيف. تعرفوا اللي خلاص من الأمور المؤجلة اللي بنساها قاعدة، بس أنا محتاجتها حقيقي. يعني لارا دائما تطلبني أسوي لها الإسكريم الصحي، ودي الأشياء كلها تنعمل بالخلاط. مميزات الجهاز إنه المحرك مرة قوي وشكله مرة أنيق، شايفين أصلا مرة صغير ما ياخذ مساحة من الدولاب. ثاني حاجة في عندكم حجمين، إذا بتستعملوا الصغير أو بتستعملوا الكبير. طبعا تقدروا تستعملوه للسموذي، للعصيرات، الإسكريم، للصوصات إذا حابين الصوصات الحارة. وأهم ميزة فيه إنه مرة سريع، فمتحمسة أجربه معاكم دحين. طبعا ماما زي دائما عندها فواكه في الفريزر، أنا بصراحة تعلمت الشيء منهم. فهنا في حليب، وهنا في الفراولة المجمدة، هنا في توت مجمد، هنا في كيوي مجمد، وهنا في طبعا الموز المجمد. أهم حاجة في العصيرات بالنسبة لي أحس هو الأساس، هي دي الطعم اللذيذ. شايفين حقيقي ما شاء الله في ثواني. المهم طبعا دائما الفواكه المجمدة احسها مرة تاخذ وقت في الطحن، بس ما شاء الله يعني حتى بيد واحدة سويته، ما كنت عارفة كيف اشغله بس اكتشفت انه ينضغط. المهم مرة سهل وما شاء الله مرة بسرعة طحن الفواكه. راح ارفع لكم رابط الخلاط في صندوق الوصف تحت الفيديو، وطبعا لا تنسوا تستعملوا كود خصمي يخصم لكم 10%. وقد قلت لكم قبل كده انه حاليا مامز وورد عندهم تخفيضات توصل ل 70% على اغلب المنتجات. طبعا مامز وورد من مواقعي المفضله، قد قلت لكم برضو قبل كده، من جد احبهم حقيقي. عندهم اشياء مره كتير، مكنسات الدايسون دائما تسالوني عنها موجوده عندهم في الموقع، برضو اسعار مره مختلفه. عندهم برضو اصدارات مختلفه، تقدروا تنقوا النوع اللي تبوه. عندكم بكل سهوله تكتبوا في جوجل عالم الامهات او مامز وورد، يفتح لكم موقعهم. زي ما قلت لكم قبل كده برضو عندهم خيار اسمه يلا، توصلكم المنتجات خلال يومين بس، فالحقوا قبل العيد اشتروا الاشياء اللي ناقصتكم. عندهم ملابس، شراريب، كل حاجه. الجهاز طبعا مره سهل في التنظيف، حوريكم كمان طريقه مره تسهل لكم التنظيف الخلاطات، لانه من الاشياء اللي مره ما احب اني انظفها. تعرفوا تعدموا ممكن اياديكم بالشفرات وزي كده. استعملها كمان لجهاز نسبريسو اللي يعمل لي الرغوه، حطوا فيه مويه في شوية صابون. خلاص نظيف بنفس الصابون اللي جوا، انظفه من برا خلاص نظيف، ما يحتاج اني ادعك ولا اي حاجة، فمعتمدة الطريقة. اخر طقس من طقوس العمرة، نشتري ايس كريم العاصمة، مرة معروف يومي. الحمد لله رجعنا من عمرتنا بالسلامة. بس بوريكم اشتريتها التالية، المشكلة هي ما هي 6، كانت 7، 5 مع بعض، لا والله 8 كمان، أنا ما عارفة فين راحوا 2. المهم فاشتريتها قبل يومين من سيتي ماكس. شوفوا سيتي ماكس بصراحة من الأماكن اللي مرة أحبها للربطات الشعر. أنا ماني عارفة إيش اللي جاء مع إيش، بس أفتكر كان الأصفر والبينكي والأبيض، أتوقع معهم البينكي ده كمان، كانوا 5 حبات كده ربطة ب17 ريال، وكان في دا ودا، وبرضو معاهم واحد تاني ب15 ريال. حبيتهم. شوفوا بصراحة ربطات الأطفال من أيام لارا أنا اعتمدت سيتي ماكس، أسعارهم مرة تجنن. بعدين الربطات من الأشياء اللي تضيع، يعني شوفوا أنا ماني عارفة ربطتين فين راحت، المفروض إنها 8 ربطات بس كيف صاروا دحين 6 أنا ما أعرف. المهم فاشتريتهم للعيد، حتى مرة خفيفة على الراس، ما أحسها من النوع اللي تشد على راسهم. هذه برضو دانتيل كده حبيتها، هذه مرة تجنن، والبينكي دي مرة جنن، وحبيت برضو دي. طبعا انا اكثر شيء عجبوني دول الثلاثة، بس هدول كده يعني اخذتهم جو معاهم يعني، فقلت مو مشكلة، حتى دا والله كيوت، بس الدانتيل دا لو انه كان زي دا يطلع احلى. في محل اكسسوارات مرة معروف من انا صغيرة نشتري منه، وكنت اشتري للارا منه، دي الربطة اشتريتها من عندهم، شايفين تيجي سميكة زي كده، بس حاليا شعر تاليا اللي واقف، ما هو طويل ولا قصير، فما ينفع له غير كده النحيف.
فتخيل اشتريت من عندهم ده، كان الحبة ب40 ريال، بس بعدين صاحبتي قالت لي على سيتي ماكس، قالت لي اسعارهم مرة ارخص، فاخذت لها الوان كتير لارا، يعني شوفوا ده من حق لارا، اخذت لها زي كده الوان مرة كتير، كان برضو الحبتين ب15 ريال زي كده، فكان مرة فرق عن السعر. فرحت محل الاكسسوارات بشتري التالية، تخيلوا الربطة صارت ب60 ريال، استغربت من السعر، يعني قلت على ايام لاري قبل 3 سنين كانت ب40 ريال، دحين صارت الربطة ب60، احس مرة حرام، بالذات انه الربطات من الاشياء اللي تضيع، يعني افتكر عند لاري كان ربطات مرة كتير من دون مبالغة توصل 100 ربطة تقريبا، ما بقي غير كم واحدة بس هي اللي بقيت لتاليا، كانت مرة طالعة دي الربطات ايام لارا اللي كده تجيكم سميكة مرة، بس في نفس الوقت سهل على تاليا انها تشيلها من راسها، بس دي عشان حبلها نحيف فهي ما هي شايفة الحبل أصلا، فأكيد تحاول تفكه بس ما هي عارفة توصل له. بس هذا النوع خلاص مرة ما صار ينفع لتاليا. المهم فالحمد لله رجعنا من العمرة، بصراحة مو بس مكسرة وتعبانة، لازم إني أنزل الفلوج اليوم، طبعا هو جاهز بس هضيف له ده البارت وأنزل لكم هو إن شاء الله. والحرم طبعا مرة زحمة، العشر الأواخر مرة زحمة، يعني تقريبا 4 بالضبط نحن وصلنا الحرم، تخيلوا ما دخلونا اصلا تحت، دخلنا الدور اللي فوق مره، فمره طولنا لين ما خلصنا، الحمد لله خلصنا بالسلامه ورجعنا وكل حاجه. كده وصلنا لنهايه فلوج اليوم، ان شاء الله يكون الفلوج عجبكم، اذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا في القناه اذا ما انتم مشتركين، اكتبوا لي ارائكم في التعليقات بليز، واشوفكم على خير ان شاء الله.